عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان أصوات نسائية ندوة صحفية يوم الخميس 22 غشت بقاعة دار الصنعة بتطوان، وقد تم تسليط الضوء من خلالها على برنامج وفعاليات الدورة السادسة التي سيتم تنظيمها على خشبة مسرح الولاية بتطوان بحضور ثلث من الفنانات اللامعات من إسبانيا ومصر والمغرب. وقد أعطت رئيسة الجمعية السيدة كريمة بن يعيش كلمتها بخصوص الأجواء العامة التي تحيط بالمهرجان لهذه السنة والترتيبات اللازمة التي تم اتخاذها لنجاح الدورة. المهرجان أولا هي تجسيد مشروع ثقافي قامت على أساسه جمعية أصوات نسائية سنة 2007 الذي يتوقع تذكير والحفاظ على ما يمكن تسميته بتراث النسبي الثقافي والحضاري والفني في هذه المنطقة. نحن نعلم عبر التاريخ منذ السلطة الأندلسية الآن تميزت المرأة في هذه المنطقة كثير من الأشياء سواء على المستوى الفكري والثقافي أو الجيلاني إلى غير ذلك. وهذا التراث للأسف كان عرضة للضياع خصوصا أنه تراث فني الذي يميز الفعاليات الموسيقية والفنية في هذه المنطقة. بعدها تم فتح باب النقاش لاستقبال أسئلة الصحفيين حول الظروف والحيتيات التي ينظم فيها المهرجان والميزانية التي خصصت له، وقد أجابت اللجنة المنظمة على كل الأسئلة الشائكة المتعلقة بالمهرجان.